هذه مباادرة اللي داخلة في الدينامية القوية اللي ماشية فيها جهة دار البيضاء ستات بجميع مكوناتها كرئيس كمجلس الجهة وأيضا كجميع الفرق السياسية اللي احنا فيها، واللي من بعد ما اشتغلنا على بناء البرنامج تطوير ديال الجهة ديال دار البيضاء ستات، اليوم كاينة مبادرة جديدة اللي هي الخروج واحد المنهجية جديدة لخلق شعار للجهة. هذه المنهجية هي منهجية اللي ما مبنياش على العمل مع شركات أو مؤسسات أو شركات اللي طلبنا منهم باش يشتغلوا معنا على هذا الموضوع بطريقة تجارية، لا، هي منهجية جديدة اللي تتخلي أنه الجهة غتخلق اليوم مباراة اللي يمكن جميع المواطنين المغاربة وساكنة جهة دار البيضاء ستات باش يساهموا فيها باش يخلقوا ويبدعوا ويكون واحد الإبداع ديال هاد الرمز ديال الجهة اللي هو مبني على واحد دفتر التحملات اللي هو موجود في انترنت ديال كازاستات.ma، واللي في نفس الوقت كاين واحد الجائزة ديال ثلاث المراتب الأولى، جائزة 30,000 درهم بالنسبة للمرتبة الأولى، 10,000 درهم بالنسبة للمرتبة الثانية، و 5,000 درهم بالنسبة للمرتبة الثالثة. واللي خصنا نعرفوا هو أنه شغلنا باش يكون أيضا واحد الجهاز اللي فيه 12 ديال الناس اللي عندهم واحد المستوى عالي تقني في هذا الموضوع هذا، واللي يمكن لهم يختاروا وتكون لجنة ديال الاختيار ديال أفضل الرموز اللي غادي تكون. إذن طريقة جديدة اللي هي مبنية على انفتاح الجهة دار البيضاء ستات على الساكنة باش يكون هذا الرمز اللي تيخلي جهة دار البيضاء ستات تعيش مع المواطنين ديالها بواحد الطريقة اللي يكون واحد الطريقة فيه واحد الانفتاح متبادل من جهة على الساكنة ومن الساكنة على الجهة وعلى المنتخبين ديالها. الهدف ديال هذه المبادرة هو أنه في جميع العمليات اللي الجهة غادي تعملها، خاصة العمليات المتعلقة بالبرنامج ديال التطوير ديال جهة دار البيضاء ستات، يكون واحد الشعار للمواطن ديال الساكنة ديال جهة دار البيضاء ستات يحس بأن المنتخبين ديالو موجودين معاه وتيحسنوا الطريقة ديال العيش ديالو اليومية في جميع المشاريع اللي غادي نشوفوها في الخمس سنوات القادمة إن شاء الله. الفكرة جات في إطار العمل ديال المكتب اللي قدمناها للتصويت، وتم التصويت ديالها في آخر جولة ديال شهر مارس اللي فات، والحمد لله تم التصويت ديالها بالإجماع جميع المكونات السياسية، واللي تتخلينا اليوم نديروا واحد الشعار اللي هو غادي يكون مبتكر من طرف الساكنة، ولكن أيضا واحد القدر المالي اللي هو ضئيل جدا واللي هو ما تيفوتش 30,000 درهم بالنسبة للمرتبة الأولى.